اللقاء يبقى فيه هدوء من الفرقتين، ما بقاش فيه تعصب. نتمنى نتفرج على كوره كويسه. يمكن النادي الاهلي بيقدم كوره كويسه السنه دي، ونادي الزمالك برضو بيقدم كوره كويسه. انا متوقع المباراه هتبقى كويسه جدا ان شاء الله كرويا، وباذن الله ان شاء الله باذن الله هنكسب باذن الله ان شاء الله، وهتبقى انطلاقه ونركب الدوري، وان شاء الله ناخد الدوري باذن الله. بجانب كل التعليقات دي، لاستقرار التشكيل مهم جدا، الهدوء بتاع اللعيبه عندنا، الخبرات المتواجده في الفرقه، فدي هتفرق معانا ان شاء الله. طبعا يمكن احنا بقى لنا فتره الحمد لله بنكسب نادي الزمالك، فان شاء الله يبقى التوفيق حليفنا باذن الله، ونكسب المباراه دي وتبقى انطلاقه كويسه باذن الله ان احنا نركب الدوري ان شاء الله.